حبايبي شلكم؟ يوم نسوي كيك، هذا كيكة حلوة. مساء الخير عليكم حبايبي. طبعا لو اعوف هالبنتي تحكي تروح ابد ما تسكت. اوكي، جاي تلغي تحكي هاي كيكة هيك لذيذة وهاي هيك كيكة حلوة، بس انا ما انطيت مجال، قطعت الصوت حتى بلا ما تدوخ راسكم، فخليكم وياي. اليوم حبينا اقدم لكم الكيكة الاسفنجية مثل ما شفتوا صور قدامكم. كيكة كلش طريقة سهلة وكلش طعمها لذيذ ومضمونة 100%. خليكم وياي على مود نشوف الطريقة. هنا أنا راح أخلي بيضتين، هاي البيضة الأولى وهاي البيضة الثانية، وراح أخفقهم بمضرب يدوي، وإذا عندكم كهربائي ما تفرق عندكم، طبعا بس هو الكهربائي أحسن يكون ما يتعب الواحد، فنظل نمزجهم أخفقهم لحد ما تصير شيء مثل فقاعات. أضيف هنا كوبين من الشكر، ضفنا الكوب الأول وهذا الكوب الثاني، وراح أبدي همينة أخفقهم بشكل زين لحد ما يتغير لونها ويصير على بياض. خليكم وياي وتابعوا الفيديو وشوفوا شلون راح يصير شكله النهائي. مثل ما تشوفون هنا صار عندي بهالشكل هذا، وهسه راح أضيف له نص كوب زيت الدهن، وهنا نص كوب لبن اللي هو الزبادي، تمام. وهنا راح أنا جبت المضرب الكهربائي وراح أبدي أمزجهم بشكل زين وأخفقهم لحد ما تصير عندي بهالشكل. وهنا راح أضيف لك كوب حليب وراح أبدي همينة أمزجهم كلش زين، وبعد ما ضفنا له كوب حليب ومزجناهم بشكل زين راح نضيف له الكوب من الطحين، وراح اضيف له اني كوب ثاني همينه. تقريبا انا هنا ضفت له كوبين ونص طحين، تمام. فانتوا بعد ما اعرف يعني نوع الطحين مالتكم، وهسه راح اضيف له هذا الكوب الثاني طبعا، تمام. انتوا تشوفون قوامه شلون يكون هيك كريمي، من تشوفون قوامه هيك صار كريمي على الثخن، يعني انه تمام، يعني انه ما يحتاج بعد طحين اللي هو الدقيق. اوكي، فاني هنا انا بعد يحتاج هنا هسه ضفت له النص الباقي، فصار عندي اني يعني قوامه صار بهالشكل. وهنا راح اضيف له ظرفين بيكنج باودر، وراح اضيف له ظرف فانيلا، واذا ما عندكم فانيلا بودره ضيفوا لها فانيلا سائله او اي نكهه ثانيه عندكم عادي ما يفرق، تمام. اهم شيء يعني تكون عندكم اي نكهه على مود ينطي طعم وريحه طيبه للكيكه. وراح ابدي هنا اهم يعني امزجهم بشكل زين لحد ما تتكون عندي، يكون الخليط جاهز والقوام المطلوب يكون عندي. فهنا عندي هذا القالب اني دهنته بزبد ورشيت عليه طحين حتى لا يلتصق، تمام. وهسه راح ابدي اضيف الخليط اللي سويته، شوف القوام مالته بهالشكل صار عندي. طبعا هنا اني مشغله الفرن على درجه حراره 180، تمام، بس من الأسفل. طبعا الكيكة بعد ما تستوي من الأسفل يلا نشغل الفوق على قد دقيقة أقل، يعني لحد ما تستوي، لأن الفوق بسرعة يستوي ونطفي. تقريبا راح تاخذ عندكم تقريبا فد ما يقارب 45 دقيقة لحد ما تستوي، تمام، بس تشغلوه مسبقا. وهسه مثل ما تشوفون هنا راح أخليها بالفرن مثل ما قلت لكم، أشغل الأسفل على درجة حرارة 180 أو 200 حسب الحرارة الموجودة عندكم، يعني اكو افران حرارتها ضعيفة واكو لا. وبعد مرور 45 دقيقة صارت عندي بهالشكل الكيكة، ما شاء الله عليها، شوفوا شلون منفوشة مستوية كلش حلو. وهسه طبعا راح اقلبها وتشوفون شلون صاير شكلها. طبعا هذا الفيديو انا سويته على السريع، بصراحة ما كنت ناوي اصور، من صورتها ما كنت يعني متأكدة انه راح انزله لو لا، بس صورته وقلت يجوز اخاف انزله، فقلت ما يخاف خليني انزله. وهاي النتيجة النهائية هنا بعد ما قلبت الكيكة، هاي شكلها النهائي مثل ما تشوفون قدامكم، كيكة اسفنجية كلش روعة وما تاخذ مواد هواية وكلش سهلة، والأحلى من هذا كله مضمونة 100%، ما راح تخرب عندكم. أهم شيء انتو بس ما تفتحون باب الفرن، تخلوها لحد ما تحسون الكيكة استوت تمام من الأسفل ومن الجوانب، يلا
يعني إذا فتحتوا الباب يجوز يعني حتى لو كانت منفوخة يجوز راح تنزل وراها، هذا كلش يعني يأثر على انتفاخ الكيكة، فأنصحكم قبل ما تفتحون الباب. وهنا همينة يوم ثاني كان سويت كيك بهذا القالب، همينة بس صورت على السريع نفس المقادير تمام، بس إنه حطيته بهذا القالب مثل ما تشوفون. طبعا القوالب همين اكو قوالب اصليه تكون ثقيله ما تلزق، واكو قوالب لا تكون عاديه الكيكه تلزق بيها ما اعرف ليش. وهنا هاي بعدها بالفرن، صورت لكم اياها بداخل الفرن، وهاي من طلعتها من الفرن خليكم وياي وشوفوها ببقره ما قلبتها، شوفوا شكلها النهائي شلون صار، همين طلعت فد شي روعه واو. وهاي شكلها النهائي مثل ما تشوفون قدامكم، وإن شاء الله فد يوم أسويها وأغلفها بالشوكولا، وانتظروا الفيديو القادم إن شاء الله أنزلكم الصلصة مات الشوكولا وشون تصير. وهاي الكيك مثل ما تشوفون قدامكم إسفنجية، وإن شاء الله عجبكم الفيديو ونال رضاكم، وانتظروني فيديو قادم إن شاء الله. وشكرا لكم ومتابعتكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك وتسوون مشاركة للفيديو حتى القناة تكبر وتشجعوني، وشكرا لكم ومتابعتكم، ومع ألف ألف سلامة حبايب قلبي، باي باي.